نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية شاملة على مدى يومين في قرية تفتيش السرو التابعة لمركز فرسكور محافظة دمياط. يأتي هذا ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. تم توقيع الكشف الطبي على المواطنين بالإضافة إلى تحويل الحالات الحرجة لتلقي العلاج بالمستشفيات، وأيضا إصدار قرارات على نفقة الدولة وإجراء تحاليل معملية وأشعة عادية وسونار، كما تم تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية. القافلة النهاردة فيها 12 عيادة تخصصية، طبعا معانا تخصصات طبية مختلفة زي البطنة، زي العظام، الرمد، الجلدية، الجراحة، الأنف والأذن، الجلدية، النساء وتنظيم الأسرة. كل الخدمات اللي بتتقدم في القافلة من أول قطع التذكرة اللي بتتم للمريض بالرقم القومي الخاص بيه بتتم له بشكل مجاني. بيبدأ المريض يدخل العيادة، الطبيب بيكشف عليه، لو هو محتاج تحليل طبي بيتم في المعمل اللي فيه أكتر من 40 تحليل، لو هو محتاج أشعة عادية أو سونار بتتم له برضه من خلال القافلة. ما شاء الله، قافلة طبية جميلة ودكاترة حلوين ومرضى حلوين وهم دول الملائكة. مشكلة القافلة الطبية على مجهودها القائم في القرى بجد حاجة تشرف وحاجة جميلة جدا، ويا ريت يكرروها كل مرة لأن الأرياف محتاجة الدعم الطبي اللي زي ده.